حياكم الله، اهلا وسهلا المهدي. والله يا استاذ محمد، لازم يفهم الليبيين الصراع في ليبيا بالنسبه ممكن في الليبيين، بالنسبه للليبيين صراع على الكراسي، لكن الصراع في حقيقته صراع بالنسبه للاخرين، واقصد بالاخرين الدول المتداخله في الشان الليبي، سواء دول الجوار زي مصر او دول الاقليم او دول العالم الاخر. هو صراع مصالح وصراع اقتصادي يا استاذ محمد. لازم يفهم الليبيين ان اللي وراء هذا الانسداد السياسي وكل هذه المشاكل اللي سايره في ليبيا هي الاستخبارات المصريه يا استاذ محمد. ما علاقه الاستخبارات المصريه بفتح بشاغه؟ يا استاذ محمد، الناس هذه عندها مراكز بحوث، هي اللي تقدم لها في الافكار كيف نديره في المشكل الليبي، سواء مراكز بحوث في مصر او حتى في امريكا. ثلاث دول يا استاذ محمد، ثلاث دول عربيه هي يد امريكا واليهود في العرب، واقصد بذلك الانظمه للشعوب اللي هي مصر والاردن والمغرب. هذه الدول لا ينتظر العرب منها خير يا استاذ محمد. الاستخبارات المصريه مش راح تفرط في مصالح مصر في ليبيا، لازم يفهم الليبيين ذلك يا استاذ محمد. ومصلحه مصر في رايك يعني هي في 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 نشوب الحرب في طرابلس مره اخرى؟ لا، مصلحة مصر في أن النظام اللي قاعد في ليبيا يكون طوع أمامه. يا أستاذ محمد، ممكن 3 مليون مصري أو 4 مليون مصري عامل قاعد في ليبيا، مسيطرين على تجارة الخضرة والفواكه والداحي والدجاج، وخشوا على المواد الغذائية توا يا أستاذ محمد. راهو شيء خطير جدا يا أستاذ محمد. طيب المهدي، شكرا لك المهدي من الكفرة. ممكن هذه نقطة، ممكن يعني حتى الأستاذ مروان يعلق عليها.